عليكم يسرى كريم، حاصل على الميدالية الذهبية في المنتقى الدولي الثامن لألعاب القوى بمدينة مراكش. الحمد لله في رمي القرص تصنيف F41 قصة الخامة. كيفاش كانت المنافسة أيوس؟ صراحة المنافسة كانت جيدة، وحاولت أنني نحسن ولا نحافظ على الأرقام ديالي اللي كيتخول لي أنني نكون حاليا صراحة في المراتب الأولى عالميا، وباش نبقى زعما في المستوى ديالي باش نكون في حسن الظن إن شاء الله في بطولة العالم اللي عندنا الشهر الجاي في كوبي في جابون، ونكون في حسن الاستعداد ديالي للعب بارا أولمبية ديال هذا الصيف إن شاء الله ديال باري. النسخة هذه أولا النسخة 64 دولة تنظيم في المغرب بملعب كبير، كيف جاء التنظيم في مجلس الدولة؟ حضور هذا الكم الهائل من هذه الدول صراحة بحضور زعما صراحة الدول كثيرة اللي كتبين بلي أن الملتقى كيدوز ظروف اللي هي جيدة الحمد لله، وبزاف الدول زعما اللي كيشاركوا قبل في هذا الملتقى وكيعاودوا يجيو لهذا الملتقى بحكم أن صراحة الظروف كتدوز جيدة، وبخص أن الملعب صراحة زعما فيه إمكانيات اللي هي عالية اللي كيخولنا إن شاء الله علاش لما نضموش حنا شي بطولة العالم هنايا ولا شي ملتقى دولي كبر مثلا. أخيرا كيفاش غادي توجد يسرى الملتقى اللي كنتي عندك الجاي في اليابان الدولي؟ عندنا بطولة العالم إن شاء الله العام الجاي في جابون، وإن شاء الله حنا عندنا كونسونطراسيون دابا مدة طويلة وغنكملوا إن شاء الله على هذا المنوال باش نكونوا في حسن الظن إن شاء الله ويكونوا ميدالية ذهبية مزيدة إن شاء الله.